بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. وفي هذا الحديث ينقل لنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد أفاضل هذه الأمة، ذلك الذكر من أذكاره صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يؤكد على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا أمره عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، على وجهه الصحيح من أنهم ينبغي أن يأخذوا شرائع الإسلام كلها. فكانوا يراقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله ويتبعونه على كل هديه، ونقلوا لنا ذلك فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وهذا الذكر كان صلى الله عليه وسلم يقوله إذا رأى الهلال، والهلال هو القمر في الثلاث ليال الأولى من الشهر والثلاث ليال الأخيرة منه، يسميه العرب هلالا، وما بين هذه الثلاث وتلك يسمونه قمرا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال، أي هلال الشهر الجديد، وهو كما ذكرنا يسمى هلالا طالما كان في الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، يقول ذلك الذكر. وهذا لا يختص بشهر دون آخر. ومن الآفات التي تعرضنا لها في هذه الأزمنة، عندما شاع في الأمة استعمال الأشهر الشمسية بدلا عن استعمال الأشهر القمرية التي كان العرب يستعملونها قبل البعثة، وجاء الشرع فثبتها وجعلها هي الأصل، وقال عز وجل: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعلها الله عز وجل مواقيت، فلما انشغلنا عنها فلم نكد نسمع عن شهر وعن هلال وعن سنن متعلقة بذلك إلا في شهر رمضان. ففات من ذلك، من جراء ذلك، أمور بعضها قد يؤثر في بعض الأحكام كأحكام العدد وغيرها، وبعضها على الأقل يؤثر في فوات الكثير من السنن، ومنها هذا الدعاء اليسير اللفظ الجامع المعنى الذي يحتاجه الناس في جميع شؤونهم. فمما ينبغي
على الإنسان أن يحرص عليه لكي يتسنن بهذه السنة ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وإذا كنا في شهر رمضان نستشعر معنى أن هناك شهر وأن هناك هلال وأن هناك من ثم أمور تترتب على هذا ومنها هذا الدعاء، فلنحتفظ بذلك المعنى في أننا علينا أن نتتبع مطالع أهلة جميع الشهور على الأقل حتى نغتنم ذلك الدعاء فنردده، بالإضافة إلى أمور أخرى كصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري إلى آخر ذلك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال، أي كل هلال، إذا رأى هلال الشهر العربي قال ذلك الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. فكان صلى الله عليه وسلم أيضا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا مما يختلف فيه المسلم عن غيره، وهذا أيضا مما اعتراه الكثير من الغبش والنقص، فصرنا نرى أثر ذلك في حياتنا. المسلم يجمع بين توكله على الله عز وجل وبين أخذه بالأسباب، فلا يقصر في الأسباب التي في يديه لما يريد من خيري الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل أمر بهذا، وهو في ذات الوقت مصداقا، لأنه يؤمن أن الله عز وجل هو مالك الملك وهو مدبر الأمر، فإنه قبل هذا وبعده يتوكل على الله عز وجل. وهذا التوكل عمل قلبي، والأعمال القلبية تحتاج إلى أعمال ظاهرة تشحذها وتنميها، كما أيضا في عبادة الصوم وغيره، وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فألصق عبادة ظاهرة بعبادة التوكل الباطنة هي الدعاء، لأن الدعاء هو تعبير عن هذه العبادة، فهو أثر لها ومنم لها في ذات الوقت، من أن يستشعر الإنسان أن جميع الأمور بيد الله تبارك وتعالى، فيعرب عن هذا بلسانه ثناء على الله عز وجل وحمدا لله سبحانه وتعالى، وسؤالا وتضرعا وتذللا لله عز وجل أن يرزقه من خيري الدنيا والآخرة. فمن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلهج لسانه دائما بذكر الله تبارك وتعالى، لا سيما تلك الأذكار التي يسميها العلماء بالأذكار الموظفة، فما من تغير أثناء اليوم والنهار، من طلوع النهار إلى غروب الشمس، أو من النوم أو الاستيقاظ أو غير ذلك، إلا وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، بمعنى أنه دائما ما يشغل نفسه بما يدور حوله من مظاهر، ويوظف هذه المظاهر لكي تورثه في قلبه إيمانا وخضوعا لله تبارك وتعالى، ولكي يجعل هذه الظواهر الموجودة هي أداة لكي ينظم أداءه لذكر الله عز وجل، بحيث يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذه الأذكار النبوية يحتاج المسلمون إليها ليدخلوا في جملة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يحتاج المسلمون إليها لينموا في قلوبهم عبادة التوكل، يحتاج المسلمون إليها لكي يرفعوا حوائجهم إلى الله تبارك وتعالى. والإنسان يعني يدور في عجلة وكأنه يدير راحا، لا يكاد يفرغ من عمل إلا أتاه الآخر، ولا يفرغ من شغل إلا أتاه آخر. فهذا التنظيم وهذا الربط بين حوادث معينة وبين أذكار على يسرها ووجازة لفظها،
هذا يجعل صاحبها من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ومن توكله على ربه، ومن كثرة مناشدته لربه عز وجل، كان هذا الدعاء، وهو دعاء جامع يناسب أن الشهر وحدة زمنية كبيرة نسبيا. فمثلا في أذكار الصباح يقول النبي، في أذكار الاستيقاظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فتكرر النوم والاستيقاظ لعله يكون أقرب إلى تذكر الموت والبعث والنشور ونحو ذلك. وأما في الشهر فهو وحدة زمنية طويلة نسبيا، ومن ثم ناسب فيها أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل مقومات الحياة، هذه المقومات الرئيسية. وهذا مما لم يدركه البشر في علومهم الاجتماعية ونحو ذلك إلا مؤخرا، عندما اكتشفوا أن الأمن هو آكد حاجات الإنسان. وهذا ما ورد ذكره في القرآن في عدة مرات، وورد ذكره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وامتن الله عز وجل على أهل مكة حينما هيأها لكي تكون هي موطن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكانت هذه العناصر الرئيسية التي يحصل بها الأمن والذي يحصل بها استقرار الأفراد والجماعات. فمن ثم فمع تكرار الشهور التي هي وحدة زمنية طويلة نسبيا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل أن يكون ذلك الهلال الجديد وذلك الشهر الجديد أن يكون شهر أمن وإيمان. وكل هذه الألفاظ من الأمن ومن السلامة وغيرها من الألفاظ الشاملة التي تشمل معنى ديني ومعنى دنيوي، وإن كنا عادة ما نحصرها في معانيها الدنيوية. فإن الأمن يشمل أن يأمن الإنسان من الفتن، أن يأمن الإنسان من الشبهات، أن يأمن من الشهوات، أن يأمن من غيرها من الأمور التي تعيقه عن السير في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. وفي ذات الوقت أن يأمن على نفسه وماله وعرضه مما يمكن أن يتهدده من أنواع المخاطر. ولذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمن والإيمان، فسأل ربه عز وجل الأمن والإيمان. والإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان تعبير عن هذا الذي يكون في قلب العبد المؤمن من حب الله من جميع هذه العبادات الظاهرة والباطنة، من حب الله عز وجل وخوفه ورجائه وما يترتب على هذا من أدائه لما افترضه الله عز وجل عليه وتركه لما حرمه الله عليه. والأمن والإيمان قرينان، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا كان آمن إيمانا كاملا لم يلبسه بظلم، لأن الإيمان قد يكون إيمانا كاملا وهو الذي لم يلبسه الإنسان بظلم نفسه بمعصية من المعاصي أو بظلم غيره، وهي المعاصي التي يتعدى ضررها على الآخرين. فإذا كان إيمانه سالما من هذا، من أن يشوبه ذلك الظلم، كان لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة. وأما إذا كان عنده إيمان يشبه ظلم، سواء ظلمه لنفسه أو ظلمه لغيره، فكله من أنواع الظلم. فالمعاصي القاصرة هي ظلم لنفسه، والمعاصي التي يتعدى ضررها إلى الآخرين هي ظلم لغيره. فإذا كان من هؤلاء الذين لبسوا إيمانهم بذلك الظلم، فإنه لا يكون لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام، وإنما يكون لهم أمن على قدر إيمانهم، ويكون لهم اهتداء في الآخرة إلى جنات الله عز وجل على قدر إيمانهم. نعم، قد يصيب المؤمن في حياته شيء من الخوف، ولكنه لا يخل بأنه في أحواله حتى
إذا فاتته مقومات الأمن المادية، إذا كان يخوف ببطش الباطشين أو ظلم الظالمين، إذا كان لا يجد المقومات الرئيسية من الطعام أو غيره، فإنه وإن كان هذا بحكم بشريته لابد وأن يؤثر ذلك فيه، فإنه إن كان القلب موصول بالله تبارك وتعالى كان له من الأمن حظ وافر. هذا أمر رأيناه بأعيننا، ورأينا كيف مرت بلادنا بأنواع من الظلم الشديد الذي جعل المال دولة بين فئة محدودة، وعاش عامة الناس يعانون غلاء الأسعار ويعانون شظف العيش ونحو ذلك، وأن هناك بلاد كانت تصنف على أنها بلاد عظمى وبلاد كبرى، حينما تعرضت لمثل ما تعرضت له بلادنا انهارت، وإمبراطوريات تفككت، ودول غربت عنها الشمس بعدما كانت لا تغرب، وحدثت كوارث لا حصر لها في تلك البلاد. وفي بلادنا مع أنها تعرضت لأشد مما تعرضت له تلك البلاد، كان الإيمان سببا في تحقيق الأمن، كان الإيمان سبب في أن يتحمل من يتعرض لذلك قدر طاقته، كان الإيمان سبب في أن يخرج الناس زكواتهم وصدقاتهم، فمنع ذلك الانهيار الاجتماعي الكبير الذي حدث في بلاد أخرى من جراء ما يسمونه بسياسات التحول الاقتصادي. وبهذه المناسبة وبمناسبة ذلك الشهر الكريم، فإن كثيرا من الصحف تحاول أن ترصد أن شهر رمضان يزداد فيه معدل استهلاك اللحوم بكذا ضعف عن المعدل الطبيعي، ومعدل استهلاك الدواجن إلى غير ذلك، ويا ليتهم يذكرون هذا من باب النصيحة أن شهر رمضان ليس شهرا للإسراف كما يفعله الكثير منا فيحول الشهر إلى شهر للإسراف، ولكنهم يغفلون عن أمر في غاية الأهمية، أن ذلك الشهر هو شهر الصوم نعم، ولكن هو شهر الجود أيضا من جهة أخرى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتي جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كما تقول عائشة رضي الله عنها. إذن فهذا الاستهلاك المضاعف وإن كان جزء منه راجع إلى عادات استهلاكية سيئة ينبغي علينا أن نتخلص منها، ولكن الجزء الأكبر راجع إلى أن درجات الجود في رمضان تزداد عن غيرها، ومن ثم يطعم الناس الطعام، جزء منه أيضا في تضييف الضيوف من القرابات ونحوها، وهذا معنى مطلوب، وجزء كبير في إطعام الفقراء. فهذا المقدار الذي يزيد في رمضان عليهم أن يدركوا أن جزءا كبيرا منه يذهب إلى أقوام ربما لا يأكلون ذلك اللحم ولا ذلك الدجاج إلا في شهر رمضان وفي عيد الأضحى، فلا ينبغي عليهم أن يحصوا على الأمة ما يرزق الله تبارك وتعالى به وما يجود به أغنياؤها على فقرائها، فبمثل ذلك الجود الذي هو جزء من الإيمان تحقق قدر من الأمن. ونحن دائما ما نتكلم أننا بفضل الله عز وجل كما يقول كل من يرصد عادات الشعوب، يقولون أن الشعب المصري متدين بطبيعته، ومن ثم فعنده من الإيمان أمور كثيرة بفضل الله عز وجل، ونحن لا يغرينا
أن يكون عندنا شعبة من شعب الإيمان فنضيع غيرها، فنذكر ما يوجد عند الناس وما يوجد عندنا من شعب من الإيمان نحمد الله عليها وننميها ونحافظ عليها، ولا نترك لأحد أن يحاول أن يخرجنا منها. ومنها الكرم والجود والعطف على الفقراء والمساكين، هذا جزء من الإيمان يتحقق معه جزء رئيسي من الأمن، ولو زال ذلك الجزء من الإيمان لضاع الأمن والسلام الاجتماعي كما يقولون. فإن الفقير المعدم إذا لم يجد عملا ولم يجد قوتا ثم لم يجد من الأغنياء من يعطف عليه أو يشركه معه في شيء من طعامه، فإنه حينئذ يتحول إلى طاقة تدميرية تدمر المجتمع بأسره. الأمن والإيمان قرينان في الدنيا والآخرة، والغرض الرئيسي والغرض الأسمى لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمنه الله عز وجل يوم الفزع الأكبر، أن يهديه الله عز وجل إلى باب الجنة، هذا هو الغرض الرئيسي. ولكنه في ذات الوقت الدنيا هي مزرعة الآخرة، فهو يحتاج إلى الأمن في الدنيا، ولا يمكن أن يزرع للآخرة إلا إذا تحقق له أمنه في الدنيا. فلا يستطيع الإنسان إذا لم يكن هناك أمن، كيف سيمكن أن يؤدي الإنسان عبادته وأن يصلي لله تبارك وتعالى وأن يجتمع المسلمون في مساجدهم؟ إذن الأمن في الدنيا مطلوب، وهو مطلوب لجميع البشر، وهو حاجة أساسية من حاجات الناس. ولكن من يريد الآخرة إنما يريد أمن الدنيا كوسيلة لأمن الآخرة، يريد أمن الدنيا لكي يتمكن من خلال ذلك الأمن في أن يعبد الله تبارك وتعالى وأن يعبد الناس لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا كان العباد يعبدون الله حق عبادته، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فمن إذا كانت الصلاة عبادة كما يعرف الجميع، فإن الأمانة في البيع والشراء عبادة، الصدق فيهما عبادة، وإن مراعاة ما يمليه عليه الواجب في أداء المهام لا سيما الوظائف العامة عبادة. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فيدخل فيها تلك العبادات المحضة التي يسميها الناس بالشعائر، ويدخل فيها المعاملات بطاعة الله عز وجل في هذه المعاملات. إذن الأمن والإيمان قرينان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يكون كل هلال جديد هو هلال أمن وإيمان، أمن من الآفات الدنيوية لأن هذه حاجة للإنسان يستريح لها، ولأنه يحتاجها لكي يعبد الله تبارك وتعالى، ثم بالإضافة إلى ذلك أمن من الآفات الدينية من الشبهات والشهوات. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطف على ذلك أن يسأل الله عز وجل السلامة والإسلام، وهو نوع من الجناس اللفظي تستلذه الأذن حتى يسهل حفظ الذكر ويسهل ترداده، فذكر الأمن مع الإيمان، وهذا له غرض لفظي وغرض معنوي من أن الأمن والإيمان قرينان. ثم سأل الله عز وجل السلامة والإسلام، والسلامة قريبة من الأمن بصورة أو بأخرى، والإسلام قريب من الإيمان بصورة أو بأخرى.
فالمطلوب فهذا عطف إما من باب عطف العام على الخاص وإما من باب التأكيد، وكثير من العلماء يقول أنه من عطف العام على الخاص، حيث السلامة أشمل من الأمن، فإنها تشمل السلامة من الآفات البدنية والحسية وغيرها. وأما الإسلام والإيمان إنما جعل الإيمان مع الأمن والإسلام مع السلامة كنوع من التناغم اللفظي يسهل حفظ الذكر وترداده، ولكن ثمت إشارة في الذكر إلى أن الإسلام والإيمان هذا شيء وهذا شيء، وهما من الألفاظ الذين يطلقان أحيانا بمعنى مترادف وأحيانا بمعنى مختلف. فإذا كان بمعنى مختلف فيكون الإيمان أخص بما في القلب، والإسلام أخص بعمل الجوارح. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الذكر الذي كان يردده مع كل هلال يرى في رمضان وفي غير رمضان، أنه يسأل ربه عز وجل أن يكون تلك الفترة التي هو مقبل عليها أن يكون فيها التزام تام بدين الله تبارك وتعالى، أن يكون قلبه عامرا بالإيمان الذي من أهم أجزائه حب الله عز وجل والخوف من الله عز وجل والتوكل عليه والإنابة إليه، والحفاظ على الإسلام، الحفاظ على أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج، الحفاظ على أخلاق الإسلام من الصدق والأمانة، الحفاظ والاحترام الكبير ورحمة الصغير وبر الوالدين وصلة الإرحام والإحسان إلى الجيران، الحفاظ على آداب الإسلام، وبحيث يكون حياة المرء كلها منبعها إيمانه بالله عز وجل واستسلامه له عز وجل. ولأن هناك من ينسب إلى تلك الأجرام العلوية تأثيرا بذاتها في الكون، ونحن نذكر هذا الكلام ونتنظر أحيانا أنه كان من البشر من يعبدون النجوم والكواكب، وأنه كان من البشر من يعبدون كذا، وكأنهم قد اختفوا من حياتنا. ولكن للأسف وفي عصر التكنولوجيا وفي عصر الصعود إلى الفضاء وفي غيرها من هذه المظاهر، هناك أشياء كثيرة تتقدم في مظاهر الحياة ولكن الإنسان يتأخر، الإنسان يرتد إلى تلك الأفكار التي يراها البعض أنه من المستحيل أن يؤمن بها أحد في القرن 21، وكانوا يقولون في القرن الذي مضى أنه لا يمكن أن تجد أحدا في القرن 20 يؤمن بها، وما زالت توجد، وما زال عباد هذه الأشياء لا يجدون خطرا على عقائدهم تلك البالية إلا من المسلمين، فلا يشعرون خطرا من ديانات كانت أصلها من عند الله ثم حرفت، لأنه يعلم أنها عندما حرفت صارت بينها وبين الوثنية وشائك وروابط وعلائق وتشابه في تلك العقائد. ومن ثم فتجد في تلك البلاد التي ما زالت متخلفة في عقائدها غاية التخلف، تجد أنواعا من الكيد والمكر والتنكيل بالمسلمين. وما أزمة المسلمين في بورما عنا ببعيد، والعالم دائما ما يكيل بمكيالين اللذين هما عند التأمل مكيال واحد، ولكن هم يدعون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان، ويدعون أنهم يدافعون عن حرية العقيدة، ويدعون ويدعون، ثم تجدهم إذا قيل لهم أن رجلا في قرية كذا
قد أوذي بسبب عقيدته، مع أن الخبر يكون مكذوبا. وقد ظللنا شهورا يتحدثون عن رجل قطعت أذنه لأنه يخالف المسلمين في عقائدهم، لم يذكروا أنه استفز الناس حينما جهر بالفسق والفجور أمامهم، وأن الذين تحركوا لكي يؤدبونه، سواء صوبنا ذلك الفعل أم لم نصوبه، يفعلون هذا مع المسلم ومع غير المسلم إذا استثيروا ووجدوا أن قريتهم يستعلن بها في الفاحش، وألصقت التهمة بأشخاص بعينهم حتى يقال ما يقال من أن من ينتسبون إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هم المسؤولون عن هذا. ثم حكمت المحكمة ببراءة هؤلاء، فلم تسمع لأحد حسة، ولم يعتذر أحد عن المواويل التي أنشدها والقصائد التي دبجها والمناحات التي أنشأها من أجل هؤلاء. ومع أن القصة لو صحت ولو ثبتت التهمة على أحد بعينه، فثمت مبررات منطقية موجودة تفعل مع المسلم ومع غير المسلم، وليس أنها تصنف في خانة الاضطهاد الديني كما يحاولون دائما أن يصوروا. والمسلمون بفضل الله تبارك وتعالى عبر تاريخهم شعوبا قبل الحكومات، القضية الحكومات لا يمكن أن تؤمن أقلية ما لم يؤمنها الشعب بأسره. كان المسلمون هم الذين يحتضنون الأقليات، أشد الأقليات التي يبغضها المسلمون بغضا شديدا الأقلية اليهودية. ومع هذا لما فروا من محاكم التفتيش في الأندلس لم يجدوا من يؤويهم إلا المسلمون، ولما فروا من محارق هتلر لم يجدوا من يأويهم إلا المسلمون. ومع هذا يحاول الغرب دائما أن يدس أنفه في شؤون المسلمين بدعوى أنهم يضطهدون من يقيم معهم من غير المسلمين، ويتضرعون بأحداث إما أنها لا أصل لها، وإما أنها لها مبررات غير الاضطهاد الديني، حتى لو كان الفعل في ذاته خطأ فهو يفعل مع المسلم ويفعل مع غير المسلم. ثم تحدث إبادة عرقية دينية واضحة في عدة بلاد، في البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي بورما وفي غيرها، وفي كل مرة تجد البيانات التي تنادي بضبط النفس والتي تستنكر وتجذب وتدين وتعطي الجاني الفرصة لكي يستكمل مجزرته حتى النهاية. فإذا أتمها على الوجه الذي يريد حينئذ تحركاتهم بصورة أكثر إيجابية، وكأنهم هم الذين يوقفون تلك المجازر. قد لا نملك الكثير لأمثال هؤلاء، ولكن نحن بصدد دعاء تعلمنا منه أن الدعاء هو سلاح المؤمن، فليكن في شهر الدعاء، فليكن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها ليكن لهم نصيب وافر من دعائنا. وكذا إذا كنا في شهر الجود والصدقة فليكن لهم نصيب وافر من صدقاتنا. نقول لأنه يوجد من ينسب إلى تلك الأجرام السماوية أنها لها أثر بذاتها، وهناك من يعبدها أو من يعبد أشباهها ولهم وجود، وأما الذين ينسبون إليها التأثير فأمر لا يكاد يسلم منه إلا المسلمون. وأنت تسمع دائما عن الأبراج والحظ وغيرها، وكلها قائمة على نظريات تقول أن تلك الأجرام لها أثر في الأرض، ولذا من باب تصحيح العقيدة لمن لا يعلم وتثبيت العقيدة الصحيحة لمن يعلم كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ربي وربك الله، للتأكيد على تلك أن تلك الأجرام مهما بلغ كبرها وعظمتها فهي مخلوقة مربوبة لله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، وكان آخر ما يختم به رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءه الشامل عند رؤيته للهلال قوله صلى الله عليه وسلم: هلال خير ورشد، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل أن تكون تلك الفترة الزمنية التي هي مقبل عليها برؤية ذلك الهلال الجديد هي فترة فيها من الخير والرشد، وأن يجنبه الله عز وجل فيها الغي والضلال. وهذا أيضا تأكيد للمعنى الذي يدور حوله الدعاء ككل، فهو دعاء يستشرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا جديدا من عمره ومن حياته، فيسأل ربه عز وجل أن يكون فيه أمن وإيمان، سلامة وإسلام، فيه خير ورشد. وكل هذا يشمل كما ذكرنا المعاني الدينية والمعاني الدنيوية، فيشمل في المعاني الدنيوية سلامة الأعضاء والحواس والسلامة من المرض والآفات وغيرها، ويشمل الأمن، أمن الإنسان على نفسه وأمن الإنسان على عرضه وعلى ماله، ويشمل من أن يصيبه من خير الدنيا. كل هذا معاني دنيوية فيما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعاني الدينية أن يكون سالما من آفات الشهوات والشبهات، وأن يكون له يتحقق له الحفاظ على إيمانه وعلى شرائع إسلامه، وأن يكون له من خير الآخرة من أن يرزق عبادة الله تبارك وتعالى والعمل الصالح، وأن يهيئ الله له من أمره رشدا. هلال خير ورشد، وهذا الدعاء يحتاجه الإنسان في كل شهر، لا سيما في شهر رمضان، لأن الخير فيه وفير، ففيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين، ولله عز وجل له في كل ليلة عتقاء من النيران، فالخير أعم من غيره من الشهور، وفيه عبادات لا تشرع إلا فيه، فهذا أمر ينبغي أن يستقبل العبد هذا الشهر بالذات، مع أن الدعاء مشروع في كل شهر بهذا الدعاء، وهو يستشعر ويستحضر أنواع الخيرات والبركات التي جعلها الله عز وجل في هذا الشهر، في أنه لابد أن يكون له منها نصيب وافر. فنحن نريد أن يكون ذلك الشهر شهر خير ورشد، ولكن هناك قطاع طريق إلى الله عز وجل يقطعون ذلك الطريق، ويريدون أن يوقفوا ذلك الخير، ويريدون أن يحولوا ذلك الشهر من شهر الخير والرشد إلى شهر الغي والفساد والعياذ بالله، وأصواتهم عالية ومنابرهم مسموعة، وهم يمارسون الإرهاب الفكري في أقصى صوره وأقذع صوره، حينما يقولون: إياكم معشر الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن تظنوا أنكم بمقاعد في البرلمان سوف تستطيعون أن توقفوا الفن الجميل،
وإياكم أن تظنوا أنه إن كان يحكم البلاد رئيس إسلامي فإنه بوسعه أن يقترب ولو ملي متر واحد من حرية الإبداع. أنحن محصنون بأصواتنا العالية ونحن نقول لهم لن نخاطبكم من مقاعد البرلمان ولن نخاطبكم على أن هناك رئيس إسلامي فعنده ما يكفيه من أنواع الحروب وأنتم تحاربونه ليل نهار حتى صار عندما تحدث أزمة ولم تحل فهي أم الأزمات. فعندما احتجزت صحفية في بلاد مجاورة لأنها لا تحمل تصريحا قالوا أينما وعدنا به من أن كرامة المصري سوف ترتفع وكذا وكذا. إذن هم يعتبرون هذه المشكلة مشكلة عظيمة كبيرة. فلما تحرك الرجل وحل المشكلة ولم يحلها باتصالات وفقط بل ولأنه تربى في أوساط من يدركون أن الأمن لا يكون بتحقيق أمن الدنيا بقدر ما يكون بتحقيق أمن الآخرة وبقدر ما يكون من إيمان. فهو ليس شغوفا بأن يظهر في مظهر الفرعون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته. فقد اصطحب تلك الفتاة معه على طائرته، وهذا نوع من التواضع قد يفعله بعض المتكبرين أحيانا من باب المراءة ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلونه دائما. والرجل منذ رأيناه وهو يفعل من أمثال هذا، ولكن على أي حينما كان يفعله المتكبرون كان يهلل ويصفق المنافقون، ولكن لما فعله الرجل قال وماذا في أن يصطحبها في طائرتي، دعك من هذه، فلا نريد منهم أن يشكروه على ذلك. ولكنهم من حيث المبدأ صارت المشكلة وكأنها لا قيمة لها، طالما أنها قد حلت فهو أمر لا يؤبه أن يذكر. فكيف كانت إذن قبل أن تحل مشكلة عظيمة كبيرة طالما أنها لم تحل؟ فإذا حلت وعلى أفضل الوجوه وأسلامها فحينئذ فلتكن مشكلة هامشية ربما في العناوين الرئيسية للصحف القومية التي كانت تبحث عن عمل فيما سبق، عمل للرئيس، فإن لم تجد بحثت عن عمل لزوجاته، فإن لم تجد بحثت عن عمل لأحد نجليه. فلا بد أن يكون المنشط الرئيسي يذكر عملا للأسرة الحاكمة، مع أننا كنا في نظام جمهوري ولكن كانت عندنا أسرة حاكمة. الآن صار ذلك الخبر يذكر في أمر جانبي جدا ويفرغ المنشط الرئيسي الأخبار لا قيمة له. إذن نحن عندما نتحدث الآن حتى لا يمارسوا علينا ذلك الإرهاب الفكري، لم نستند إلى برلمان ولم نستند إلى رئاسة، وإنما نتحدث بما كنا نتحدث به طوال عمرنا بفضل الله تبارك وتعالى. ولكنهم هم الذين كانوا لا يسمعون، لأن هناك أجهزة أخرى كانت تقوم بدورها في منع ذلك الصوت من أن ينتشر. نقول لهم لا تتستروا وراء ألفاظ براقة، الفن الجميل والإبداع، وربما ذهبوا إلى بعض من ينتسبون إلى العلم الشريف فأخذوا منهم فتاوى. ما رأيكم
في الأفلام التي توثق البطولات التي كانت في حرب أكتوبر، وما رأيكم في الأغنيات التي تتكلم عن بر الأم وعن كذا وعن كذا، وبغض النظر عن حكم هذه الأشياء، هل هذه هي الأشياء التي تقدمونها ليل نهار؟ هل هذا الذي أعددتموه لرمضان حتى تأخذوا فتاوى حول هذه الأمور؟ وقد أن منكم من هو منكم. وإذا قرأت وسائل الإعلام وجدت أن بعض من فيه بقية من خير يقول هذا لا يناسب رمضان، المسلسل الفلاني الذي فيه مناظر عارية، المسلسل الفلاني الذي يأتي بعادات زالت من المجتمع المصري بفضل الله تبارك وتعالى. كانت هناك بعض العادات السيئة كعادات فيما يكون بين النساء من مشاجرات، وفي بعض الأحياء الشعبية الآن يريدون إحياءها، وهذه تحمل لقب الفنانة الكبرى، وهذه لقب الفنانة العظمى، وهذه لقب كذا، وهذه لقب كذا، ويأتون لكي يذكروا البلاد والعبادة بعادات سيئة أقلع عنها الناس بفضل الله عز وجل، هم يريدون إحياءها وتسجيلها. ثم نقول لماذا ينظر إلينا العالم نظرة ازدراء؟ لأننا الذين نقدم أنفسنا كذلك. هذه السينما معروفة في العالم كل أنها بغض النظر أيضا عن حكمها بصفة عامة أنها تقدم صورة عن الشعب. ما هي الصورة التي يأخذها من لم يعرف مصر إلا من خلال هذه الأفلام والمسلسلات؟ سوف تصور أنها ماخور كبير، فنصف الشعب في الملاهي والنصف الآخر في الأحياء الشعبية، والقاسم المشترك بين الاثنين الجنس والمخدرات. حتى في رمضان هذا هو الذي يعرض. أين مساجد مصر؟ ألا يوجد عمل يبين هذه المساجد وكيف تبنى بالجهود الذاتية في القرى والنجوع؟ أين صلواتها؟ أين كفاح أبنائها؟ هذا لا يمكن أن تسجله تلك السينما ولا تلك المسلسلات، إنما فقط تسجل علية القوم في أماكنهم وباقي الشعب وكأنه يعيش في أماكن غاية في الرضاءة، والقاسم المشترك بين الاثنين هو الفسق والفجور والعياذ بالله عز وجل. وتحيا عادات سقطت وانتهت بفضل الله عز وجل. هذه هي شاشة رمضان في معظم هذه الفضائيات. ومن عجيب الأمر أنك تجد حلقة مع داعية والرجل يتكلم، أحد الدعاة ممن يسمونهم بدعاة الشباب، عن أنه يعني رمضان فرصة للتوبة والتغيير، والشريط أسفله يقول الساعة كذا مسلسل كذا بطولة فلانة وفلانة، وحسبك من شر سماع أسمائهن، والساعة كذا مسلسل كذا. فكأنه يقول للمشاهدين حتى هذا البرنامج الذي يتجملون به فيجعلونه برنامجا رمضانيا يحدثهم عن التوبة والتغيير ونحو ذلك، إياكم أن تستمعوا لذلك الرجل، فأمامكم بعد ساعة فلانة وبعد ساعة علانة، وكل فيه ما فيه من أنواع الفضائح وغيرها. لا ينبغي، إذا كانوا يؤمنون بحرية الرأي كما يقولون فنحن لا نكلمهم من منطلق أي سلطة كانت، لا سلطة تشريعية ولا تنفيذية ولا غيرها، نكلمهم بالحجة والبرهان في أنهم هل يرون أن هذا الذي يقدمونه يدعو إلى الخير، يدعو إلى الرشد، أم أنه يدعو إلى الفسق والفجور؟ وليختر كل أحد لنفسه مكانه، وليعمل كل على مكانته.
نسأل الله تبارك وتعالى أن نرى الحق حقا ورزقنا اتباعه، اللهم أن الحق حقا ورزقنا اتباعه، أن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، أجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تواضر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.